وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد سفير، يعني فلنلقي مزيد من الضوء على أهمية تشاد في اعتبارات الأمن الإقليمي المصري، خاصة وأن تشاد من الدول المجاورة لكل من السودان وليبيا. الحقيقة أنها زيارة هامة جدا، لأن المنطقة التي تقع فيها تشاد فيها مشاكل أمنية كبيرة جدا، منطقة خاصة بجنوب ليبيا ودولة النيجر ودولة نيجيريا وبوركينا فاسو. هذه منطقة الإرهاب الحقيقة تمكن منها ويعبث هناك عبثا كبيرا يعني. فبالتالي هذه الزيارة مهمة جدا، لأنه يريد أن رئيس المجلس الانتقالي محمد الدستبري يريد أن يأخذ منا رئيس سيسي نصائح مهمة جدا، خاصة بالخبرة المصرية في محاربة الإرهاب. وبالتالي فإن هذه الزيارة توقيتها هام جدا، لأن المنطقة هناك تموج بالإرهاب الحقيقة. فزيارة هامة لصالح الإقليم كله، صالح السودان وصالح مصر وصالح ليبيا وصالح النيجر وصالح نيجيريا وهكذا. طيب، إلى أي مدى شهدت العلاقات تطور سواء كان على المستوى السياسي والاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية وفي مقدمتها تشاد؟ الحقيقة يعني أن تشاد دائما كانت تربطها بمصر علاقات قوية جدا منذ الاستقلال. في هناك علاقات سياسية هامة جدا مهمة جدا، وعلاقات اقتصادية وعلاقات تعاون ثقافية. توجد في تشاد تعاون خاص، تعاون فني، مدرسين وأطباء وأساتذة جامعات، ويأتي أبناء تشاد إلى هنا القاهرة للاستزادة من دورات تدريبية تقيمها القاهرة لأبناء القارة الأفريقية، ومنهم تشاد بوجه خاص. وبالتالي فإن العلاقات قوية جدا جدا، خاصة منذ أن تولى الرئيس السيسي ادفعها دفعا كبيرا جدا للأمام. قام بزيارة القاهرة الرئيس الشادي الدستبي عدة مرات، وكان الرئيس الحقيقة دائما يهتم بالمسائل، مسألة تشاد والعلاقات التشادية بشكل خاص. نعم، أوجه المساعدات التي ممكن أن تقدمها مصر لتشاد من خلال يعني عدة مجالات، ما هي؟ المساعدات يعني نقول أنه تعاون مصري تشادي في المسائل الأمنية، في المسائل الاقتصادية، في المسائل الثقافية. الحقيقة تعاون متنوع وتستفيد منه تشاد جدا، ومصر تؤيد تشاد في حركتها في المنطقة، خاصة لأن الأمن يتصل بالسودان ويتصل بالنيجر ويتصل ببوركينا فاسو ويتصل بالمنطقة التي يتمكن فيها الإرهاب من القيام بأعمال كثيرة. نعم، سيد السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.